في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري الدولي محمد صلاح ضم اللاعب هارفي إليوت، ونشر الريدز عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة فيها عاجل ورسميا هارفي إليوت لاعبا لليفربول. وانتقل هارفي لاعب وسط فولهام الشاب 16 عاما يحمل رقما قياسيا مع فولهام، حيث يعتبر أصغر لاعب يشارك في تاريخ البريمير ليج. ولفت هارفي أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ولايبزيغ. ويمتلك إليوت قدم يسرى ذهبية ولمع اسم بيل في سماء كرة القدم الإنجليزية قبل بلوغه 17 من عمره، وهو نفس الحال بالنسبة لإليوت.